اللقطه دي بتهالي يعني طبعا في كتير من الجماهير، ولاد صغيرين، شباب، سيدات، منوره كبار جدا. سن، كانوا موجودين كلهم. الحقيقه لقطات كانت معبره جدا قد ايه الجمهور حابب ومنتمي وبيشجع، لكن لقطه الشيخ احمد يمكن كان فيها صحيح حته زياده شويه. صحيح، جمهور عمل ملحمه مش امبارح بس، احنا دايما بنتكلم احمد انا وانت تحديدا هنا انه جمهور النادي الاهلي هو ملهم فريق النادي الاهلي، هو اكيد دايما اللي بيدي الدوافع والمعنويات العاليه الكبيره جدا للاعبتنا. الشيخ احمد كمان امبارح لقطه يعني بمليار جنيه مش بمليون دولار زي المكافاه بتاعت مباراه امبارح، هي يعني لقطه مهمه جدا وتبين قد ايه ان جمهور النادي الاهلي في كل مكان في الوطن العربي ورف كل رغم كل الظروف. فيعني تحيه كبيره جدا للشيخ احمد وتحيه كبيره جدا لكل الجماهير اللي تواجدت في مباراه امبارح، كل الدعم الحقيقه لفرقتنا في الفتره الاخيره، وان شاء الله يعني نكمل بقى الفتره اللي جايه، لان الدعم والمسانده دي هي اللي بتدي لعبتنا الروح اللي اتكلمت عنها صحيح، احمد من شويه. عندك حق جدا في واكد على كلامك ده. خليني ارجع لمكاسب المباراه مره ثانيه، كنت بقول لك لقب مهم، توقيت مهم جدا، وهو ده اهم اهداف اللقاء صحيح امبارح. لكن انا بيتهيالي انه الاهلي حقق مكاسب كتير جدا من ماتش امبارح او من ال 120 دقيقه اللي لعبهم امبارح، غير قصه اللقب والكاس. بالتاكيد يعني خطوه معنويا تديك معنويات عاليه خصوصا جدا ان جدا، كمان خاصه رايح طبعا من كاس سوبر لدوري لدوري ابطال ابطال افريقيا. افريقيا. الصعوبه اللي بنتكلم عنها دايما، اللي بنقول للناس دايما او لجمهور نادي الاهلي، انك لازم تدي شويه، مش اعذار او مبررات او شماعات، مساحه. لكن لازم تدي مساحه شويه للناس تتنفس. انت النهارده بتخرج من بطوله، حتى تصريحات مستر كولر، واتكلمت قبل كده عن تصريحات مستر موسيميني، واتكلمت قبل كده عن تصريحات مدربين كتير عندهم ضغط نفسي وعصبي كبير جدا جدا نتيجه تلاحم المواسم ونتيجه تلاحم البطولات. انت بتخرج من بطوله النهارده، جمهور النادي الاهلي اكيد طالب امبارح مستر كولر والجهاز والفني واللاعبين بدوري ابطال افريقيا والدوري، مظبوط مليون في الميه ده حصل. وبالتالي النقلات الكبيره دي اللي بتحصل ما بين كل بطوله وبطوله محتاجه دعم كبير جدا وتفاهم وادراك من جماهير النادي الاهلي عشان تقدر تدعم بشكل جيد وتخلي لعبتنا يبقى عندهم شويه نفس، يعني هاخدوا بس بريك ده كده.